السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الاجتهاد في الطاعات وفعل الخيرات والمبرات أمر مطلوب في رمضان وفي غير رمضان، إلا أن شهر رمضان المبارك هو موسم تزداد فيه مظاهر العبادة التي تعين المسلم على الاجتهاد في الطاعة والابتعاد عن المعصية، ولكن الشيطان اللعين له مداخل، فإنه يوسوس للإنسان بالمعصية حتى وإن كان الإنسان مجتهدا في الطاعة. ومن هذه المعاصي معصية العجب بطاعة الله، أي أن ينظر الإنسان إلى هذه الطاعات الكثيرة التي يعملها على أنها صادرة من نفسه، ولا يذكر نعمة الله وفضله عليه، فهو الذي وفقه لفعل هذه الطاعات، فيرى لنفسه المزية والفضيلة، فيقع عندها في الذنب، في ذنب العجب بطاعة الله، فيخسر ثواب عمله إذا قارن عجبه عمله. والمطلوب منه أن يستشعر نعمة الله عليه ولا ينسى فضله تعالى. لذلك إخوتي في الله، أقول لكل من أراد أن يحمي نفسه من العجب، تذكر دائما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فمعناها لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بعون الله. فلولا فضل الله علينا ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فالله تعالى هو خالقنا وخالق أعمالنا من خير أو شر. فمن رأى من نفسه الهمة في فعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي فليحمد الله تعالى، وليستشعر أن هذا محض تفضل وتكرم من الله عز وجل عليه بأن وفقه لذلك. فالحمد لله الذي هدانا وجعلنا مسلمين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم طهر قلوبنا واحفظها من العجب وغيره من أمراض القلوب، إنك بعبادك لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.